طيب حديثا برضو عن موضوع مهم، التأهيل النفسي والعلاج الاجتماعي والتأهيل الاجتماعي دي من الحاجات المهمة جدا، بالذات الناس اللي بيكون عندها أمراض مزمنة، الله يشفي الناس جميعا منها، برضو مرض الإدمان والمخدرات والحاجات دي، الناس اللي بيخشوا في الموضوع ده عشان يطلعوا منه بيعانوا معاناة كبيرة. فعشان كده مركز الحياة للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي عامل مؤتمر صحفي لورشة التعريف بمسببات استخدام المخدرات والعلاج وفقا للمعايير الدولية للأمم المتحدة. عشان نتكلم بالموضوع ده باستفاضة ونشوف مركز الحياة قدم شنو، معانا عبر الهاتف دكتورة سوسن أبو بكر من مركز الحياة للعلاج والتأهيل النفسي. دكتورة سوسن صباح الخير. صباح النور وصباح الصحة والعافية على الجميع إن شاء الله. يسعد صباحك يا رب. طيب دكتورة، ده نتكلم عن المؤتمر الصحفي للورشة اللي هي تعريف مسببات استخدام المخدرات والعلاج وفقا لمعايير الأمم المتحدة. المركز كان عنده مؤتمر صحفي امبارح، عادة كل عام بنحتفل بافتتاح المركز بشكل مختلف من الاحتفال في ورش تدريبية وتأهيلية للكادر الوطني. فورشتنا العام ده باجتماعنا العام الثالث لافتتاح المركز، وجاي بحضور برعاية كريمة من الدولة ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية، أستاذ بحر وإدريس أبو قردة، وإشراف وزارة الموارد البشرية والعمل، وعدد من منظمات المجتمع العالمي والمدني، وعدد من الخبراء العرب هم مشاركين في الورشة دي. الورشة افتتاح اليوم الساعة 8 صباحا في مركز عبد الحميد إبراهيم، مستهدفين فيها كل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء والتمريض، كل المعنيين بالاشتراك والتوعية والوقاية والعلاج والتأهيل من المخدرات، لأنه المخدرات طبعا ما هو بس علاج طبي، هو علاج تأهيلي ونفسي ودافعية ممكن يكون العلاج النفسي والتأهيلي أصعب كمان من العلاج الطبي يا دكتورة. طيب دعنيك تكلمين عن المعايير بتاعة الأمم المتحدة اللي أنتوا هتناقشوها في الورشة اللي هي هتنعقد الليلة. نعم، في معيار عالمي لكل أو بروتوكولات عالمية بيعتمد عليها العلاج في كل مستوى العالم، وإحنا حريصين المركز من افتتاحه شغالين بالمعايير الدولية، إذا كان في بروتوكولات العلاج أو في بروتوكولات الوقاية والتوعية. فالورشة في العام السابق كانت عن أحدث المعايير الدولية للعلاج، طبعا هو المعايير دي هي شغل تخصصي ما بنقدر نتداولها، لكن احنا بنقول انه احنا دايرين نصل بمستوى تقديم الخدمه لتميز عالي، نقدر على ضوءه نقدر نقدم الخدمه لكل طالب الخدمه العلاجيه في السودان. طيب المخدرات يا دكتوره هو زي ما بيقولوا سرطان، يعني بيصيب بعض الناس في المهم يعني بيدخلهم في منحنيات في حياتهم كده ما كويسه. عندكم هل مركز الحياه عنده احصائيات لعدد الناس المصابين بالمخدرات او العلاج منها بيتم كيف؟ نسبه العلاج وصلت لكم كده يعني؟ طيب مشكله المخدرات هي ما مشكله عالميه. السودان كجزء بيعاني منها زي ما بيعاني العالم كله. اخر تقرير للامم المتحده سنه 2016 بيقول انه اكثر من 20 مليون نسمة كل سنة بيخشوا في دائرة المخدرات والإدمان. صحيح. 10% دي الدول العربية هي بتكون واقعة تحت التأثير ده. السودان من المنظومة تحت العالم هو تأثر بالحاجة دي. الإحصائيات هي للأشخاص الجو المركز للعلاج، ما عندنا يعني أصلا ما موجودة إحصائيات إنه عدد دخلوا في دائرة التعاطي والإدمان كم في السودان. تمام. إلا من الضبطيات طبعا تحت الشرطة، لأنها هي بتكون حاجات واضحة ومحددة، لكن كناس هم دخلوا في دائرة التعاطي والإدمان ما في إحصائيات موجودة أصلا، ما في إحصائيات رسمية. طيب دكتور دنيك الناس برضو ترددوا علينا الناس اللي ترددوا علينا لطلب خدمة العلاج، إحنا عاملين لهم إحصائيات بسكنهم وبالأنواع وبالأعمار احصائيات خاصه بالمركز يعني. احنا وبدعين الدارسين اللي بيقدموا بحوث في بيسترشدوا بها في قصه الوقايه والتوعيه. طيب دارين دكتوره تدعي الناس الليله للورشه، والناس المدعوين للورشه للحضور
بكل اختصاصاته ومسمياته. نعم، نحن حرصنا انه كل الحقل الطبي يكون مدعو في الورشه التدريبيه، كل الاطباء، كل التمريض، كل الاختصاصيين في المستشفيات المتخصصه، في المراكز، في المراكز الصحيه، في المدارس، في الجامعات، لانه برضه شريحه الطلاب هي اكثر الشرائح متاثرا متعرضه للاصابه. ايوه نعم. فهم ديل الاشخاص اللي احنا مستهدفينهم، قرابه 200 متدرب اليوم احنا بنستقبل فيهم في مركز عبد الحميد ابراهيم. وحسي الان انا بتكلم معك والجلسه الافتتاحيه بدت تحت الورشه، فطوالي حنبدا يعني الناس الجايبينهم دارين الناس المتدربين يستفيدوا من كل الزمن اللي ممكن يكون متاح. هي فترتنا من 8 لحد 5 مساء، فيها زي 3 جلسات. مشاركين معانا ناس ال هل هتكون على يوم واحد ولا كذا يوم يعني؟ ثلاث ايام بتبدا اليوم. مشاركين معانا ناس اليو ان او دي سي، مكتب الامم المتحده لمكافحه المخدرات والجريمه بفيينا، والدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه، جايين منها المدير الاقليمي دكتور خالد سعيد، بالاضافه لدكتور الشرقي ودكتور الزهراني من الامارات والسعوديه، دكتور احمد يوسف، وعندنا خبراء استشاريين بالداخل، هم حيكونوا ان شاء الله ضمن شاء البرنامج الله. والجدول بتاعت نتمنى لكم التوفيق يا دكتوره سوسن، وتكون ورشه تطلع بنتائج كويسه ونقدر الناس تستفيدوا بالمعايير الدوليه للامم المتحده. دكتوره سوسن ابو بكر في المركز الحالي للعلاج والتاهيل النفسي والاجتماعي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، تسلموا كثير.